اقترب فيروس كورونا من أن يصبح نمطاً في حياتنا اعتدنا وجوده، ورغم ذلك لم يستطع أحد الإجابة بيقين كيف بدأ الفيروس؟ اليوم بعد مرور أكثر من عامين على ظهور كوفيد ووفاة أكثر من 6 ملايين حالة، أوصت منظمة الصحة العالمية وبعبارات قوية بضرورة إجراء تحقيق أعمق لمعرفة ما إذا كان الفيروس حادثاً مختبرياً. المثير للاهتمام هو أن هذا الموقف يعتبر تراجعاً عن تقييم المنظمة الأولي الذي خلص إلى أنه من غير المحتمل أن يكون كوفيد قد تسرب من مختبر. لكن اليوم يقول خبراء في المنظمة إن هناك بيانات أساسية مفقودة عن بداية الجائحة، ولذلك لا يمكن استبعاد نظرية تسريب الفيروس من مختبر. في التعليقات على هذا التصريح انطلق عدد ممن فقدوا ثقتهم بمنظمة الصحة العالمية منتقدين تأخر هذه الخطوة. سنقرأ لكم بعض من هذه التغريدات. نبدأ من صابر الذي قال: قمة الخزعبلات، يعلمون تمام العلم أن كورونا صنعت في المختبرات ثم يتساءلون. ننتقل إلى تغريدة حسن: حتى منظمة الصحة طلعت مسيسة. أما محمد فكتب في تغريدته: سبحان الله، صار له 2 سنين الفيروس، وقبل سنة سكروا التحقيق، واليوم لما الصين رجعت تعمل مشاكل صاروا بدهم يفتحوا تحقيق جديد. أخيرا قال يوسف في تعليق: ما حدا مهتم، صنع بشري ولا من الخفافيش، شو رح نستفيد؟ رح ترجعوا لنا اللي ماتوا ولا رح تخلوا الصين تدفع ثمن الأزمة الاقتصادية؟ للتوسع في الحديث معنا من عمان مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور درار حسن بلعاوي. أهلا وسهلا بك دكتور درار معي في منصات. يعني بالبداية اسمح لي أن أسألك، لماذا تتراجع منظمة الصحة العالمية عن تقييمها السابق لأصل كورونا اليوم بعد مرور عامين على تفشي هذا الفيروس؟ تحياتي يا سيدتي لك وللمشاهدين الكرام. سؤال أنا بسأله كمان حقيقة، الجواب حقيقة لا أعلم، وهو شيء مدهش يعني إلنا أنه بعد مرور 2.5 سنين تكاد أصلا الدلائل تزول. يعني لا يمكنك بعد 2.5 سنين ترجع إلى الوراء وتتقصى عن الحالات اللي أصيبت، لأنها إما أصيبت أو ماتت أو أصيبت وتمت يعني معالجتها. فأنا برأيي يعني سأخذ الناحية الموضوعية من هذا التقرير كما أشارت اللي هي اللجنة الاستشارية SAGO، وقالت بأنه إحنا هذا تقريرنا فقط لوضع أطر علمية لتفادي تفشيات وجوائح في المستقبل، وإذا حصلت فيجب على العالم أن يعرف كيف يتعامل معها. هذا هو كان تبريرهم لهذا التقرير، لكن أنا بظني هذا تبرير يعني ضعيف بعض الشيء، لأنه أنت نفس التقرير قال بأنه من المستبعد أن نستطيع أن نعرف متى وأين وكيف تم يعني انتقال هذا الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان، وما هو الحيوان الوسيط. أنا بدي أشير إلى نقطة مهمة للمشاهدين الكرام، أنه في عنا دراسات جميلة بدأت منذ بداية يعني هذه الجائحة أثبتت بالدليل بأن هذا الفيروس فيروس حيواني موجود بالقرود. ما نختلف عليه كمتخصصين هو الحيوان الوسيط، هل هو كان البانجولين، هل هو كان قطة، هل هو كان من الكلاب، ولكن لا أعتقد أنه كان يعني تسريب من مختبر حسب ما يعني بعض الناس تقول. نعم. يعني كما ذكرت حضرتك أنه علميا بعد 2 سنين صعب إثبات أي شيء، إذن يعني على ما يعتمد هذا التقرير الذي أقرته منظمة الصحة العالمية؟ ستي لم يعتمد على أي شيء، نفس التقرير إذا قرأتموه يقولون بأنه ليس لدينا أي دليل يثبت بأنه يعني يجب أن نرجح نظرية أنه هناك تسريب من مختبر. بالعكس، نفس التقرير يثبت التقرير الذي خرج في مارس 2021 عندما ذهبت يعني
الهيئة تاعت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الصينيين، وقالوا بأنه يعني it's extremely unlikely، يعني من غير المرجح بأن تكون نظرية المختبر أو تسريب الفيروس المختبر موجودة. لا يوجد أي دليل يا سيدتي. الدليل اللي موجود عندنا بالعكس هو يرجح بأنه الفيروس فيروس حيواني انتقل من الحيوان إلى الإنسان، لكننا لا نعرف كيف انتقل. يجب أن نكون موضوعيين في هذه النقطة. وأيضا أنا أشرت في بداية الجائحة عبر قناتكم المهنية، وهذا مثبت علميا، بأن الفيروس لم يبدأ بديسمبر 2019، لا، هو قد بدأ قبل هذه الفترة، وكان قد انتقل وانتشر إلى كثير من دول العالم، منها إيران ومنها إيطاليا إذا بتتذكروا، وإلى بلدان أخرى. ثم الصين أعلنت ب 31/12/2019 عن ظهور هذا الفيروس، مع أنه هو كان موجود قبل هاي الفترة بكثير. نعم. إذن نظرا للمعطيات اللي حضرتك ذكرت، هل يمكن ربط إعادة التحقيق بأصل الفيروس بالوضع السياسي القائم؟ يعني خاصة أنه شاهدنا بالماضي اتهامات أمريكية للصين بنشر هيدا الفيروس، هل تعتقد أنه السياسة تتدخل بهذا التحقيق؟ يعني يا سيدتي، ولو أن أنا لست سياسيا، ولكن أعتقد نعم. يعني هذه الجائحة تدخلت فيها السياسة كما لم تتدخل في أي وباء أو جائحة أو تفشي، على حسب على الأقل اللي إحنا مرينا فيه في أعمارنا أو حتى قرأناه في التاريخ. تدخلوا في أصل الفيروس، تدخلوا في الانتشار، تدخلوا في اللقاحات، تدخلوا في الأدوية، تدخلوا في توزيع اللقاحات. يعني صراحة كان في تدخل رهيب جدا، وهذا ما أزعجنا نحن كمتخصصين يعني في العلوم، أن يتدخل السياسيون في هذا الأمر. وزاد الطين بلة الحرب الأوكرانية الروسية والتدخلات الأمريكية والصينية، وهي كل الائتلافات يا سيدتي أيضا يعني تجعل هناك. أنا الآن مثلا أنا أتحدث عن جدري القرود، واحد مرة سألني عبر القنوات أنه هل ترجح أنه يكون هذا من فعل فاعل؟ أنا قلت نعم ممكن. الحقيقة مع هذا يعني عدم الاستقرار السياسي الموجود الآن، وبعض الدول تريد خلط الأوراق، نحن لم نعتد يعني أن نرى جدري القردة الموجود مستوطن. ثبت أن الفيروس تم تصنيعه أو تسريبه من مختبر، ما الفارق الذي سيحدثه هذا الاكتشاف؟ يعني ستي، هو مش راح يحدث فارق بالنسبة لإما للعلاجات أو للقاحات، لكن اللي راح يحدثه أنه على الأقل نحن نستطيع أن نضع حدود. يعني لازم يكون في عندنا فريمورك، إطار لكل الدول تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، حتى لا تكون المختبرات يعني أداة ووسيلة في يد الدول حتى تستطيع أن تبتز دول أخرى، أو أنه يتفشى فيروس يؤدي بنا كما حدثت جائحة كورونا. وبرجع بتكلم مثلا عن جدري القردة. جدري القردة ممكن احتمالية أن يكون بفعل فاعل وبسبب الأوضاع السياسية الموجودة، لا دليل على هذا الكلام، ولكن أنا كمتخصص أقول أنه كيف هذا انتشر في هذا الوقت بالذات، يعني جدري موجود في وسط وغرب أفريقيا، لم نعتد أن نراه في أمريكا وأوروبا وأستراليا وكندا. فستي، الدلائل على الأرض والمشاهدات على الأرض تجعل أنك تحطي هذا في الاحتمالات، ولكن نحن كمتخصصين وكمعالجين بالأخير إذا الفيروس موجود يجب أن نتعامل معه باللقاحات وبالأدوية، ونضع يعني خطط استجابة، ويجب على العالم كله أن تتضافر الجهود حتى نستطيع أن يعني نقلل من مخاطره. نعم. من عمان كنت معنا مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية دكتور درار حسن بلعاوي، شكرا لك.